بسم الله الرحمن الرحيم. إلى طلاب دبلوم القانون العام، مادة القانون الجنائي، معكم الدكتور إبراهيم نايل. طبعا احنا في محاضرة سابقة يعني اتكلمنا عن موضوع في غاية الأهمية، أرجو التركيز عليه جيدا، اللي هو المدلول الجنائي للعلم. طبعا العلم مش العلم اللي هو المذاكرة زي ما قلنا قبل كده، العلم بيقصد به العلم كأحد عنصري القصد الجنائي. ولما اتكلمنا عن التعريف أو المدلول الجنائي للعلم اتكلمنا عن 5 نقاط أساسية، عرفنا إيه هو العلم وإنه هو تصور الأشياء على نحو مطابق لحقيقتها كما هي في عالم الواقع، يعني في صورة إدراكية للشيء تثبت في الذهن عن طريق التجربة الحسية، يعني مع تعدد الاطلاع على الشيء ده ومداومة الاتصال به تتكون لدى الشخص فكرة ذهنية عن الشيء ده كما هي في عالم الواقع. طبعا العلم بيتكون عن طريق الحواس اللي هي التجربة الحسية، عن طريق اللمس، عن طريق الشم، عن طريق العين إلى آخره. وطبعا الحواس عند الإنسان مش زي بعضها، يعني دي عملية نسبية، يعني وأحيانا بعض الحواس بتضعف عند الشخص بمضي الزمن، عشان كده الإنسان ممكن يقع في جهل أو غلط في الشيء نفسه. في الحالة ديت له تأثير على المسؤولية العمدية، وطبعا احنا هناخد إن شاء الله في محاضرة قادمة يعني عوامل انتفاء العلم اللي هي الجهل أو الغلط في الوقائع، وإذا انتفى العلم بقاعدة أو وقع من عناصر الركن المادي، يعني الشخص وقع في غلط أو في جهل في أحد عناصر الركن المادي اللي هشرحها بعد شوية، القصد الجنائي بينتفي في مسلكه. لكن ممكن يتوافر الخطأ غير العمدي، وانتوا عارفين الخطأ غير العمدي ده لا عقاب عليه إلا بالنص، عكس الجرائم العمدية ديت مش محتاجة، يعني الأصل في الجرائم أنها عمدية والاستثناء أنها غير عمدية، فلازم يكون الفعل معاقب عليه على الوجهين، زي القتل كده، في قتل عمد وفي قتل غير عمدي زي الحريق. لكن في جرائم 99% جرائم عمدية فقط زي السرقة والاغتصاب والنصب والتزوير إلى آخره. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن مستوى العلم، لما باجي أقيس علم الجاني بعناصر الجريمة في عندي مستويين، في المستوى الفطري وده بيقصد به الوقوف على مكونات الشيء وفقا للمفهوم، مفهوم السائد في البيئة التي ينتمي إليها الجاني، وفي المستوى العلمي بقى ده خاص بأهل الخبرة أو التخصص. لما باجي أقدر العلم كأحد عنصري القصد الجنائي زي ما قلت في المحاضرة السابقة بناخد بالمستوى الفطري، ما بناخدش بالمستوى العلمي، لأن لو خدنا بالمستوى العلمي يبقى العلم ده هيكون مقصور على أهل الخبرة فقط، يبقى احنا هنضيق من نطاق القصد بصورة خطيرة جدا، مش هيتوافر القصد الجنائي إلا لأصحاب التخصص. عشان كده مثلا زي ما قلت الأسبوع اللي فات برضه، جريمة الفعل الفاضح العلني مثلا يكفي أن تعلم إن الشيء ده مخل بالحياة العام، لكن مش شرط الوقوف بقى على هذا المدلول وفق مفهوم علماء الاجتماع مثلا، دول أهل التخصص لهم معنى مختلف للعلم في الحتة دي. فأنا باخد بالمستوى الفطري ما باخدش بالمستوى العلمي لما بنيجي نقدر العلم. اتكلمنا عن العلم بينقسم إلى درجتين، في علم يقيني، وأنا قلت العلم اليقيني ده معيار القصد المباشر، وأنت قلنا متى يكون العلم يقيني في حالتين قلناها الأسبوع اللي فات، إذا اتخذ الجاني من النتيجة غرضا وحيدا له من سلوكه الإجرامي، زي من يطلق الرصاص على عدوه ويكون غرضه الأساسي أو الرئيسي من هذا السلوك هو إزهاق روح المجني عليه، فهنا يتوافر علم يقيني لا يداخله الشك أن في خطورة على حياة المجني عليه، ويعلم أن الشخص ده إنسان وتتجه إرادته إلى إحداث النتيجة اللي هي الوفاة، فالجاني اتخذ من وفاة المجني عليه غرضا وحيدا لا يداخله الشك في عدم حدوث النتيجة، ده اسمه القصد المباشر. لكن في حالة تانية بيتوافر فيها القصد المباشر، إذا اتجهت إرادة الجاني إلى تحقيق غرض معين، لكن هذا الغرض عشان نوصل له ده مرتبط بنتيجة غير مشروعة على نحو لا يقبل التجزئة. إذا تحققت هذه النتيجة غير المشروعة الجاني بيسأل عنها على أساس القصد المباشر، حتى لو كان عازفا عن التحقق، حتى لو كان يأمل عدم حدوثها. وأنا قلت قبل كده زي الشخص الذي يضع جهازا ناسفا
في طائرته حتى تنفجر وهي في الجو، ويكون غرضه هو الحصول على مبلغ التأمين، تأمين على الطائرة، والمبلغ ضخم جدا. لكن انفجار الطائرة في الجو هيترتب عليه حتما لا محالة نتيجة غير مشروعة اللي هي وفاة الركاب. هنا يسأل الجاني عن موت الركاب دول مسؤولية عمدية على أساس القصد المباشر، يعني في قتل عمد ويتأسس على أساس القصد المباشر حتى لو كان يأمل عدم تحقق هذه النتيجة اللي هي وفاة الركاب. دي مسألة ليس لها علاقة بتوافر القصد الجنائي في الصورة الأولى اللي هي القصد المباشر. وفي بقى درجة تانية من درجات العلم قلناها اللي هي العلم المحتمل أو الممكن، يعني أنت تتوقع النتيجة الإجرامية أثرا لسلوكك الإجرامي مش على نحو يقيني، مش على نحو مؤكد. لكن لو كانت على نحو يقيني أو مؤكد هنا يتوافر القصد المباشر زي ما قلت من شوية، فتتجه إرادتك إلى السلوك الإجرامي وأنت تتوقع حدوث النتيجة الإجرامية بس على نحو محتمل، فتستمر في السلوك، خليك بقى معايا كويس، قابلا حدوث النتيجة، مرحبا بحدوث النتيجة، يستوي أن تحدث النتيجة أو لا تحدث. زي الشخص الذي يقوم باختطاف طفل صغير مثلا، ودي بتحصل، عصابات كتيرة تخطف أطفال صغار وتشوه جسمهم بالنار عشان تعدهم للتسول، يعني استعطاف الناس يعني. وبنشوفه كتير أحيانا في إشارات المرور تلاقي طفل صغير كده مشوه وبيتسول. طبعا إرادة الجاني هنا اتجهت إلى تشويه جسد الطفل ده، لكن هناك احتمال أن تحدث نتيجة أشد اللي هي بقى وفاة الطفل ده. بس الوفاة هنا مش أمر مؤكد، أمر محتمل، ممكن الطفل ما يموتش. طب لو الطفل مات بقى، هنا يسأل الجاني عن قتل عمد برضه بس على أساس القصد الاحتمالي مش القصد المباشر. طبعا الفرق بينهم هو في العملية النفسية اللي بيمر بها الجاني في القصد المباشر غير القصد الاحتمالي، لكن القصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر، فكلاهما أصل عام للمسؤولية العمدية. يعني أنا ممكن أسأل عن قتل عمد على أساس القصد المباشر زي ما قلت من شوية في الأمثلة، وممكن أسأل عن قصد قتل عمد على أساس القصد الاحتمالي زي الطفل اللي أنا شوهته بالنار ده ومات. لكن أرجو ألا تختلط هذه الفكرة الأخيرة اللي هي القصد الاحتمالي بصورة تعد من صور الخطأ غير العمدي مش القصد الجنائي اللي احنا بنسميها الخطأ الواعي، لأن الخطأ الواعي برضو الجاني بيتوقع النتيجة الإجرامية أثرا لسلوكه على نحو محتمل زي القصد الاحتمالي بالضبط. بس الفرق بينهم إيه؟ في القصد الاحتمالي هو يرحب بحدوث النتيجة، يقبل النتيجة، لكن في الخطأ الواعي هو بيعتمد على مهارته في تجنب النتيجة. طب لو النتيجة حصلت هيسأل عن جريمة غير عمدية، بس أنا قلت قبل كده بشرط أن يكون الفعل معاقب عليه على الوجهين اللي هو القصد والعمد معا زي القتل كده. زي مثال بسيط جدا يبين لك فكرة الخطأ الواعي اللي بتكلم عنه ده، ده غير القصد الاحتمالي. في القصد الاحتمالي أنت ترحب بحدوث النتيجة، يستوي أن تحدث أو لا تحدث زي الطفل اللي أنت بتشوهه بالنار ده. لكن في الخطأ الواعي أنت تتوقع النتيجة بس بتعتمد على مهارتك في تجنب النتيجة، لا تقبل عملية حدوث الوفاة. زي المراكبي، المراكبي مثلا في شم النسيم عنده مركب شوية قديمة كده، فحملتها 100 فرد مثلا. طبعا الناس بتروح القناطر الخيرية وبتاع وبيتفسحوا في اليوم ده، فهو حمل المركب 500 أو 1000 مثلا، ده يوم في السنة وبتاع. طبعا في احتمال أن تغرق المركب ويموت بعض الركاب، لكن هل المراكب بيقبل النتيجة دي؟ لا، ده هو بكل مرة لو حصل بيعتمد على مهارته في إنقاذ المركب. طب لو المركب غرقت ومات بعض الركاب هيسأل عن قتل خطأ مش قتل عمد بقى، لأن هو لا يرحب. واحد يقول هنعرف إزاي؟ يعني دي نعرف إزاي؟ إذا كان هو بيرحب فيتوافر القصد الاحتمالي وتكون المسؤولية عمدية، ولا بيعتمد على مهارته في تجنب النتيجة فتكون المسؤولية غير عمدية قتل خطأ. العملية في النهاية عملية إثبات، والأمر في النهاية لا يخرج عن كونه مباراة في القانون. خد بالك بين محامي المتهم والنيابة العامة، والقول الفصل في النهاية لمحكمة الموضوع التي تفصل في هذه الدعوة دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام الاستنتاج سائغا يتفق مع العقل والمنطق، يعني منطوق الحكم يتفق مع الأسباب أو الحسيات الواردة فيه. عملية إثبات، لكن أنا بديك المبدأ هنا في المحاضرة
ان في فرق بين القصد الاحتمالي وبين الخطأ الواعي. القصد الاحتمالي ان تتوقع النتيجة زي الخطأ الواعي بالظبط على نحو محتمل، بس انت في القصد الاحتمالي بتعتمد على في الاحتمال بتقبل النتيجه انا اسف او بترحب بحدوثها، بينما في الخطا الواعي انت تعتمد على مهارتك في تجنب النتيجه زي المراكبي اللي اتكلمت عنه من شويه. اذا العلم يقبل التدرجه الى علم يقيني والى علم محتمل او ممكن. عشان كده في الكتاب عندك احنا بننتقد راي كان قد ذهب في الفقه الى ان العلم حاله ساكنه لا تقبل التدرج، ده غير صحيح. خاصة أن هذا الرأي كان يقول أن العلم هو المصدر الذي تتزود منه الإرادة عندما تتجه للنتيجة، وهذا الرأي نفسه قال لك أن اتجاه الإرادة إلى النتيجة قد يكون مؤكد وقد يكون محتمل. طب الإرادة تقبل التدرج أهو، المصدر بتاعها اللي هو العلم بدوره لازم يقبل التدرج لأنه المنبع اللي تستمد منه الإرادة المادة بتاعتها لما تتجه إلى إحداث النتيجة. عشان كده العلم بيقبل تدرج إلى درجتين، في علم يقين وفي علم محتمل زي ما قلت من شوية. النقطة الثالثة اللي قلناها المحاضرة السابقة اللي هي معيار العلم، وأنا قلت أن معيار العلم يقدر العلم وفق معيار شخصي أو ذاتي، يعني وفق ما دار في ذهن الجاني نفسه وقت ارتكاب الجريمة، مش وفق مسلك الشخص المعتاد. ليه بيقدر وفق معيار ذاتي؟ لأن العلم أحد عنصري القصد، والقصد الجنائي بيقدر وفق معيار ذاتي أو شخصي، فكذلك العلم أحد عنصري. اللي بيقدر وفق معيار موضوعي اللي بنسميه مسلك الشخص المعتاد ده الخطأ غير العمد بقى، مش القصد الجنائي. ولكن أنا قلت في المحاضرة السابقة إن محكمة النقد المصرية عندنا يعني أخذت اتجاه مغاير فيما يتعلق بجريمتين أنا بدحتهم الأسبوع أو المحاضرة السابقة، اللي هي جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد، ودي بتكون على شخص فتاة أو صبي أو صبية يعني لم يبلغ أي منهما 18 سنة برضاهم، بس هذا الرضا لا يعتد به لأنهم في حالة قصر. وجريمة الاشتراك في زنا الزوجة، يعني واحد بيرتكب جريمة زنا مع امرأة متزوجة. كانت النقد للأسف الشديد في هاتين الجريمتين أخذت بمعيار موضوعي مش بمعيار ذاتي عند تقدير علم الجاني بحالة القصر في جريمة هتك العرض بدون قوة وتهديد، وعلمه بأن المرأة التي يباشر معها فعل الاتصال الجنسي متزوجة، أخذت بمعيار موضوعي. ليه أخذت بمعيار موضوعي؟ لأنها افترضت علم الجاني بأن الفتاة أو الفتى اللي بيهتك عرضه أو عرضها في حالة قصر، أو أن المرأة اللي بيباشر معها فعل الاتصال الجنسي متزوجة، ولم تقبل منه أن يدفع عن نفسه التهمة بأي دليل، بل تطلبت أن يقدم للمحكمة أن هناك ظروفا استثنائية أو أسبابا قهرية حالت بينه وبين الوقوف على الحقيقة. طبعا الأسباب القهرية أو الظروف الاستثنائية دي بتنفي الخطأ غير العمد، تنفي الركن المعنوي كلياتا، ده بتقدر وفق معيار موضوعي مش معيار ذاتي. احنا انتقدنا القضاء ده وقلنا ده فيه خروج على القواعد العامة، واتكلمت بعد كده عن النقطة الأخيرة اللي هي إثبات العلم. إثبات العلم طبعا الأصل في الإنسان البراءة، ودي قاعدة دستورية حتى نص عليها دستور 2014 تقريبا في المادة 58 من الدستور في الباب الخاص بالحقوق والحرية، قال لك الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس في محاكمة عادلة تكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه. إذن المفروض لما النيابة العامة توجه اتهام إلى شخص معين عليها إثبات أنه ارتكب جريمة وإثبات أنه كان يعلم بعناصر الجريمة دي، لأن الأصل البراءة يعني بين على من ادعى. لكن محكمة النقد المصرية في الجريمتين اللي قلتهم من شوية في معيار العلم خرجت على القواعد دي كلها، وأعفت النيابة العامة من عيب الإثبات وافترضت علم الجاني بحالة القصر في جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد، وعلمه بأن المرأة التي يعاشرها جنسيا متزوجة، أعفت النية